بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتكلم عن فكرة مشروع من المشاريع المطلوبة والمربحة بشكل كبير. هنتكلم إن شاء الله عن كل ما يخص هذا المشروع من ناحية مساحة عمل المطلوب، ونتكلم كمان على عملية التسويق، ودي حاجة مهمة جدا في أي مشروع طبعا. لكن إحنا بداية بنقول إن أي فيديو أو أي مشروع محتاج منك حاجتين. أولا دراسة جدول هذا المشروع، ودي حاجة مهمة جدا في المشروع. الحاجة الثانية دراسة حالة السوق من ناحية العرض والطلب، ودي برضو حاجة مهمة جدا في بداية المشروع عشان تعرف المنتج اللي انت هتصنعه هل مطلوب ومطلوب بدرجة قد ايه، وكمان اسعاره ايه في السوق، اسعار البيع واسعار الشراء، وبتحدد مع دراسة الجدوى بداية مشروعك هتكون ازاي. لكن بداية نتمنى دعمك للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، ولو عجبك الفيديو بتضغط على لايك، ولو في اي استفسار بترسلنا في التعليقات. فكرة مشروع النهاردة فكرة جديدة ومربحة جدا، هي مشروع الطباعة على كفرات الموبايل والجرابات. ده من المشاريع المربحة جدا في الفترة الاخيرة. لاقت رواج كبير من الشباب، لان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الناجحه جدا ورأس ماله صغير جدا. هنتكلم على الاشتراطات اللازمه للمشروع، وكمان على طرق التسويق والمواد الخام المطلوبه في هذا المشروع. كل حاجه ان شاء الله تلاقيها في الفيديو ده مشروحه بالتفصيل. نتكلم اول حاجه على الاشتراطات اللازمه لهذا المشروع. اول حاجه نتكلم على المكان. المكان مشروع من المشاريع الصغيره اللي هي من السهل انك تعمل مشروع، ممكن تبداه من البيت، مش بيحتاج مكان كبير الا لو انت عندك امكانيات تفتح محل، طبعا بيكون افضل. اما بالنسبه لسعر الماكينه، فسعر الماكينه في حدود 300 دولار. طبعا 300 دولار غير مصاريف الشحن وغير مصاريف الجمارك في مصر هنا. الماكينه طبعا ممكن تستفسر عن انت بتاخد مواصفات الماكينه، وتسال اي مخلص جمركي على مصاريف الجمارك، وتسال الشركه المصدره لهذه الماكينه كام سعر الشحن عشان تعرف اجمالي التكلفه. ماكينه 3D للطباعه الحراريه على كفرات الجوال او الموبايل، دي تقنيه جديده مش مستخدمه قبل كده. كل اللي كان مستخدم قبل كده اللي هي طباعه 2D. تعتبر الماكينة اللي قدام حضراتكم دي من افضل المكان الطباعة الحرارية المستخدمة لطباعة الصور السبليميشن، وتحتاج معها ورق السبليميشن عشان نطبع عليه الرسومات. تستخدم في هذه الماكينة تقنية جديدة، وهي نظام ضغط الهواء للطباعة الحرارية. الهدف من ده هو الوصول الى اماكن المنحنية او الجوانب زي كفرات الموبايل، بحيث تصل الطباعة الى اطراف وجوانب كفرات وغلفة الموبايل. اما مرفقات هذه الماكينة فهي مجموعة متنوعة من القوالب الحديد للطباعة على انواع محددة من الجوالات او الموبايلات، والقوالب دي بتباع على حسب نوع الكفر. كمان القوالب السيليكون اللي بتتلصق على الاكواب او الكأس بسبب ضغط الهواء الموجود داخل الماكينة عشان تمكن الحرارة من الوصول لكل اجزاء الكوب المطلوب طباعتها. في حجمين صغير وكبير اللي بيتيح امكانية طباعة المسطحات والتيشيرتات والخدديات والدروع واللوحات الرشادية. وبيعتبر المشروع ده من اهم المشروعات الصغيرة في العصر الحديث، اللي هو الطباعة الحرارية او الطباعة على المنتجات المتعددة، لان ممكن من خلالها تقدر تكسب ربح كويس جدا شهريا من خلال ماكينة صغيرة من اهم صناعتها الطباعة الحرارية، الطباعة على الاكواب والطباعة على التيشيرتات والزجاجات الرياضية، الاقلام، العديد من المنتجات اللي انت تقدر انت تبتكر وتبدع في هذه المنتجات. تعتبر الماكينة هي الحل الامثل للطباعة من غير اي قيود. ممكن تطبع على الاكواب الورقية والاكياس الورقية، علب الهدايا، الكفرات الموبايلات والجلود، والطباعة على منتجات العلب الغذائية. صور هذه الماكينة من اسهل المكان اللي انت ممكن تقدر تشغل عليها، مش بتحتاج منك اي خبرة في تشغيلها او عملها. ممكن الماكينة انها بتقوم بالطباعة على اغلب الكاسات، الاكواب، باغلب المقاسات، وكمان التصميمات المختلفة اللي بتناسب المبتدئين في الطباعة. وماكينة سريعة جدا في استعمالها وفي طباعتها. ممكن تبدأ هذا المشروع بأقل امكانيات، زي ما قلنا سعر الماكينة 300 دولار، يعني سعر في متناول الجميع.
وكمان مش محتاج منك خبرة عشان تشتغل عليه. العمل على هذه الماكينة سهل جدا، وممكن تشتغل عليها بكل سهولة وتنفذ أفكارك بكل سهولة. كمان مش محتاج مكان كبير عشان تشتغل فيه أو تبدأ في مشروعك، ممكن تبدأ زي ما قلنا من المنزل. جهاز الطباعة على الكفرات أو المجات يعمل بتقنية الفاكيوم اللي هو ضغط الهواء العالي. كمان زي ما قلنا جهاز الطباعة على الكفرات مش بيشتغل فقط على كفرات الموبايلات أو الجوالات، لكن كمان ممكن يستخدمه على فناجين القهوة والأكواب الحرارية والأكواب السبليميشن وجميع أشكال الأكواب وأحجامها، وكمان الطباعة على الزجاجات الرياضية زي ما قلنا والتيشيرتات. الماكينة حجمها صغير زي ما حضراتكم شايفين، المواد الخام اللي بتحتاجها في هذا المشروع حجمها كمان صغير، مش بتحتاج مكان او مش بتاخد حيز كبير. فان شاء الله هذا المشروع من المشاريع البسيطة ورأس المال زي ما قلت بسيط. تاني حاجة من الاشتراطات وهي الماكينة طبعا هتستعملها عشان خاطر تبدأ مشروعك، الماكينة اسمها 3D ماكينة طباعة حرارية زي ما حضراتكم شايفين، وزنها 15 كيلو جرام، تشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. كمان بيجي معاها القوالب، بيجي معاها رزمة ورق حراري اللي هو بيستعمل في الطباعة، وكمان بنحتاج للأحبار اللي هي السبليميشن اللي هي مخصصة للماكينات. هذه الماكينات الماكينة زي ما حضرتك شايف حجمها صغير وكمان مش بتاخد مكان، كمان استعمالها سهل جدا جدا. نيجي للمواد الخام اللي احنا هنستعملها في هذا المشروع، زي ما قلنا بنحتاج الورق الخاص بالطباعة، زي ما قلنا كمان الأحبار، وهنحتاج كمان كفرات الموبايل اللي هي مقاومة للحرارة. دي كل المواد الخام، وكمان أكياس عشان نحط فيها المنتج النهائي بعد الطباعة، بتكون مخصصة لحجم الكيس، بيكون حجمها مناسب لحجم الكفر، وبتبدأ ان انت تبيعها للمحلات، محلات الموبايلات، او انت ممكن تعرضها على المحل الخاص بيك، او ان انت بتعرضها على النت اونلاين، بيع الاونلاين، ودي حاجة مهمة جدا زي ما قلنا في اي مشروع، البيع الاونلاين من الخطوات التسويق السهلة جدا والمربحة جدا. التسويق المنتج بيكون من خلال انشاء صفحة فيسبوك، بتبدأ تعرض فيها منتجاتك او منتجات المشروع، لان انت مش بتطبع على كفرات الموبايل بس، انت كمان بتطبع زي ما قلنا على المجات، تطبع على الاطباق، تطبع على اكتر من منتج، اكتر من 10 منتجات ممكن تطبع عليها بهذه الماكينة، وكل حاجة متوفرة لي زي ما حضراتكم شايفين. الماكينة بيجي معاها الاغراض اللي هي ان انت بتستعملها في الطباعة، سواء على المجات، على الموبايلات، على الاطباق. نتكلم على تسويق المنتج رقم واحد، عرض المنتجات بتاعتنا عن طريق صفحة الفيسبوك. في صفحة الفيسبوك بتخلي كل بياناتك للتواصل عشان تقدر الناس تقدر تتواصل معاك، وكمان نصيحة ان انت لو تبدأ في هذا المشروع تخلي الافكار او الصور اللي انت هتحطها على الكفرات الموبايلات او المجات بتكون صور جذابة وصور حديثة، من طبعا طريق ان انت بتجيب هذه الصور من انترنت، ان انت بتبحث على صور حديث او شعارات للاندية الرياضية او صور لاعبين او صور المشاهير، ان انت بتحاول تخلي كل الصور صور زي ما تلاقي جذابة وصور يعني عليها قبول من العملاء، وان احنا ممكن نعمل اعلانات ورقية نبدأ نوزعها على المحلات الموبايلات. وكمان في ناس بتطلب ان تحط صورته الشخصية هو على الموبايل او الكفر موبايل او الجراب او اي رسمة هتعملها، كان ممكن ان هو بيحتاج صورة معينة. ده كان فيديو النهاردة اعزائي المشاهدين، اشوفكم ان شاء الله في فكرة مشروع جديد. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Y después sencilla, retiramos el papel restante. Y de esta forma se suprime una foto roca. Si estás interesado en este producto, puedes visitar nuestra página web www.kanwai.com.pe para que tengas más información. También te invitamos a seguir nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Kanwai Import Export. Muchas gracias, esperamos que te haya servido de ayuda.